بطول صباع إبهام بهذا. طبعا إذا القلم كبير يمكن نزيد، لكن الأقلام الصغيرة عادية يعني من هنا نبدأ. إذا كان القلم كبير سيكون صلبا، فماذا أفعل؟ قبل البريء أنقعه في الماء لمدة يوم يومين ثلاث حتى يلين، لكن مثل هذا الصغير ما يحتاج. هذا سلاح مشرط، ممكن مشرط أو سكين يعني حاد، إذا كان ما كان حاد صعب. أضع المشرط وأضغط بالأصبع هذا على الأصبع ذا للداخل سنة، ثم أتقدم للأمام، يعني لا أحاول مرة واحدة أدخل، لا شيء بسيط، مرة ثانية أيضا أدخل وأتقدم، وبهذه الطريقة أدخل وأتقدم حتى أحصل كما ترون على هذه الكيفية. ثم أعمل من جهة ثانية؟ نعم، لا جهة واحدة بس. بس جهة واحدة. الآن تقريبا برينا تقريبا، طبعا عرض كبير مقارنة بالقلم، فأخذ من الجنبين حتى أحصل على السمك الذي أريد. بهذه الكيفية هذا سمك مناسب، ثم آكل أو آخذ من الجهة الداخلية حتى أحصل على جزء رقيق ما يكون سميك. كل هذا من جهة واحدة؟ نعم من جهة واحدة، لأنه الجهة الثانية لا. الآن أصبح يعني شبه قلم، لكن مقدمة القلم الريشة التي أريد نكتب بها مشوهة، فكيف يعني أقصها؟ طبعا تكون القصة مائلة. في عندنا أدوات تعرف بالمقط، من العاج، من الرخام، من الشيء، المهم يكون السطح دائري وليس مستقيم. فأضع القلم عليه، ريشة القلم بمقلوب، وطبعا أخذ الميل وضع. كيف تعرف الميل؟ الميل يرجع يعني درجة الميل للخطاط حسب ميله للقلم. هناك من يكتب بالقلم شبه واقف، هناك من يميل، هناك من يميل زيادة، فحسب درجة الميل يكون ميل القط. فكان يقولون المثل يقول لكل قلم قطة، يعني لكل خط قطة، وهناك من يقول لكل خطاط قطة، وأنا أشوف لكل خطاط قطة، يعني خطاط إذا ميل القلم كثير، في هناك من يكتب بالطريقة دي، هناك من يكتب قلم واقف نوعا ما، فإذا كان واقف يكون الميل أقل، وإذا كان مائل يكون الميل أكثر. فنأخذ الميل الذي نريده بهذه الطريقة، وأمشي أو أضغط على المشرط للأمام للخلف، للأمام للخلف، حتى نسمع الصوت. سمعتم الصوت؟ هذا الصوت معناته يعني قطينا. من الخلف طبعا لإزالة الدوران الموجود في البوص نأخذ منه جزء يسير، نضغط على المشرط جزء يسير حتى نحصل على استقاء يعني مسطح وليس دائري. الآن أصبح القلم جاهز. أحيانا بعد ذلك يحتاج إلى برد. هذا قطعة صنفرة رقم صنفر 1200 وتباع عند محلات بويات السيارات، فهذه ناعمة جدا، فأمشي يعني أمرر القلم عليها أو دوائر حتى يصبح ناعما، وبعد ذلك الآن أصبح صالح الكتابة. طبعا أول قطة قد يكون فيه يعني
تشوهات وكذا، لكن مع الاستمرار يعني أحصل على قطة يعني ممتازة. طبعا إذا كان القلم ريشة كبيرة آتي بالمقط وأضع القلم من منتصف الريشة بسنة المشرط، أضغط عليه يمين يسار حتى يعطيني فتحة في النص. هذه الفتحة ما ميزة هذه الفتحة؟ هذه الفتحة عندما أغمس في المحبرة يحتفظ بكمية حبر في الفتحة هذه. إذا كان قلم كبير، أما قلم الصغير لا نحتاج يعني يكتفى. هذه طريقة القصة لمن أراد، ممكن تجربوا تأخذوا قلم وتجربوا حتى لو يعني خشب عادي. الحبر طبعا